جهود متواصلة بتبذلها الدولة للحفاظ على البيئة، خاصة ملف إدارة المخلفات. تم البدء والتنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على خوض هذا المجال بإجمالي حجم استثمارات بيتراوح بين 340 إلى 400 مليون دولار، خاصة في المرحلة الأولى. تم توقيع عقد أول محطة للمعالجة بمحافظة الجيزة باستثمارات إجمالية بتبلغ 120 مليون دولار. المزيد من التفاصيل بينضم إلينا الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية. أهلا بحضرتك دكتور، كيف ترى أهمية الاستثمار في المخلفات وإعادة تدويرها؟ أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. الحقيقة مصر اهتمت جدا في الفترة الأخيرة بموضوع المخلفات، لأنه موضوع المخلفات موضوع نعمة وليست نقمة إذا ما استثمرناها الاستثمار السليم. يمكن أصدر فخامة الرئيس القانون رقم 202 لسنة 2020 في شأن إدارة المخلفات، وهذا القانون يمكن أول قانون في مصر بيدير إدارة المخلفات بشكل منظم من خلال جهاز تنظيم وإدارة المخلفات. بتنبع المنظومة من البيت، من المنبع للجمع إلى النقل إلى التاز إلى التخلص الآمن، وده كمان بيتم في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة 2030. يمكن المشروع اللي احنا بصدده بيتم في منطقة أبو رواش في محافظة الجيزة. احنا عندنا تقريبا مخلفات حوالي 26 مليون طن سنويا، ودي كمية كبيرة، كيف لا يمكن ان احنا يعني نهدرها دون استخدام. وبالتالي هذا المصنع هو اول مصنع في المنطقة، ويمكن هيقام على مساحة 10 افدنة تقريبا زي ما حضرتك تفضلت، بتكلفة 120 مليون دولار. وهذا المشروع سيساهم بشكل كبير جدا في تحويل هذه المخلفات الى طاقة نقدر ان احنا نستفيد بها وتزود. كيف نحول المخلفات لطاقة يا دكتور؟ الحقيقة عندنا أكتر من طريقة، إن إحنا المخلفات دي بتتحرق في محارق خاصة وبينتج عليها الطاقة اللي بتشغل تربين، وهذا التربين بيولد لنا الكهرباء. ده بطريقة بسيطة يعني. وهو ده الاستخدام الوحيد للمخلفات؟ لا، في بقى التدوير، يعني احنا عندنا اكتر من حاجه، يعني ممكن اخد المخلفات دي واعيد تدويرها مره تانية، مش بس في الطاقه، ممكن البلاستيك اعيده بلاستيك تاني، الورق اعيده ورق تاني، يعني اعيد الموارد دي تاني كانها موارد جديده، وده بيحسن لي حاجات كتيره جدا، بيحافظ على البيئه من التلوث، بيحافظ على البيئه من الموارد، يعني منه واليه مره اخرى، بيحسن الصحه، بيقلل الامراض اللي ممكن يتعرض ليها الناس نتيجه ان أنا ممكن أحرق المخلفات دي أو هذه المخلفات تبقى في الشارع. أيضا بتجيب فرص عمل، وده بيسموه النهاردة في القطاع البيئي بالوظائف الخضراء، إنك أنت بتاخد هذه المخلفات وتعيدها وتعيد تشكيلها، وده نوع من الوظائف الجديدة اللي بيسمى وظائف خضراء، بالإضافة طبعا للمكاسب الاقتصادية الكبيرة اللي ممكن تعود على كل المستثمرين نتيجة استرجاع هذه المواد مرة أخرى وتشكيلها وبيعها كموارد مرة أخرى بشكل جديد. ايه نوع العمالة اللي ممكن تكون موجودة في هذه العملية يا دكتور؟ يعني تكون متخصصة في ايه؟ كل التخصصات، يعني الناس اللي بتدور الورق بيتعلم هو عامل ازاي يدور الورق، يبله وبعدين يفرمه وبعدين يفرزه وبعدين يعني له طريقة كده في المصانع بتتعمل، وبالتالي هو مش محتاج تقنيات عالية، يعني دي حاجة ممكن دي بتتم حتى في مصانع بسيطة مش محتاجة، لكن طبعا الاستثمارات الكبيرة هتوفر بقى العمالة المناسبة مع التدريب المطلوب لهذه العمالة. المخلفات مش بس ناتجة عن المنازل ولكن أيضا المصانع. طب لكن هي في المرحلة دي احنا بنتكلم على المخلفات اللي هي ناتجة من المنازل واللي ممكن تكون طالعة من المخلفات الزراعية. يعني انا بكلمك بشكل عام يا دكتور، وأيضا هناك مخلفات زراعية. طبعا في مخلفات زراعيه دي بقى ممكن ناخدها وبتتعمل نوع جديد من الطاقه زي البيوجاز، يعني بتتخذ وتتكمر مع روس الماشيه وبتتعمل في جوار معينه، ودي بتطلع البيوجاز كنوع جديد ايضا من انواع الطاقه، ودي في اطار مبادره فخامه الرئيس ايضا لحياه كريمه اللي بنعلمها للشباب في بعض المناطق الريفيه عشان برضو يقدروا ان هم يطلعوا طاقه بدل ما هذا الروس او هذه المخلفات الزراعيه بتحرق وتسبب لنا مشاكل صحية كثيرة يعني. طيب أخيرا يا دكتور، إيه العائد الاقتصادي لأي مستثمر يريد أن يستثمر في هذا المجال؟
عائد كبير جدا، لان هذه المخلفات زي ما يمكن بنطرح دايما ان هي موارد، طالما موارد انا هعيد تشكيلها، وبالتالي مش حاجة هتترمي، وبالتالي ممكن انا البلاستيك القماش الورق لما اعيد تدويره واشغله ده هيتباع بمبالغ ايضا، وبالتالي فيها مكسب استثماري كبير جدا كمكسب اقتصادي يعني. نعم. غير المكاسب الاخرى يعني. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد المسيح سمعان استاذ الدراسات البيئية.